وكان عمر رضي الله عنه يكرم الحسين حتى انه جعل عطاءه من بيت مائل المسلمين كعطاء ابيه 5000. وقد ذكر الذهبي في السير قصة جرت بين عمر وبين الحسين وصحح اسنادها، كذلك ذكر ابن حجر في الإصابة وصحح اسنادها، وهي ان عمر رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسين وهو صغير فقال انزل عن منبر ابي واذهب الى منبر ابيك. فقال عمر رضي الله عنه ان ابي ليس له منبر، فقام عمر رضي الله عنه ونزل من المنبر مع الحسين ثم قال وهل انبت شعور رؤوسنا الا الله ثم انتم. فلما جاءه ذات يوم وقد خلى عمر بمعاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، جاء وابن عمر ابنه عبد الله ابن عمر عند الباب ينتظر اباه حتى يفرغ من خلوته مع معاويه، فلما راى الحسين ان عبد الله ابن عمر رجع معه، فقال عمر رضي الله عنه لما لم تدخل؟ فقال رايت ابن عمر رجع فرجعت. فقال انت احق بالاذن من ابن عمر، او انت احق بالدخول من ابن عمر، وهذا كله من باب اكرام ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام.